لما نيجي نتكلم بقى على اللايدا بيعمل ايه جوه في الجسم، او بيتكلم عامة على الليفل بتاع الاتومز، بنتكلم على ان في عندنا حاجة اسمها اتوميك انرجي ليفلز. The simplest system that can emit or absorb light is an isolated atom. هتكلم على single atom، مش هتكلم بس على حتى مجموعة من الاتومز، لان مجموعة الاتومز دي ممكن يبقى فيه secondary interactions ممكن تخلي الدنيا معقدة شوية. السنجل اتومز دي ممكن ان احنا نشوفها في حاجه بنسميها مونو اتوميك جاس، اللي هي بتكلم مثلا على الصوديوم جاس مثلا. المونو اتوميك جاس ده عباره عن يعني باخد مثلا واحد من الاليمنتس اللي موجوده عندي وبخليها تبقى موجوده في جاس فورم، والجاس فورم ده بيخلي الاتومز بتاعتها بتبقى ديسبيرست او بتبقى موجوده يعني مشتته، موجوده في خلال السبيس اللي انا بتكلم عليه ده، وتبقى بعيده عن بعض كفايه بحيث ما يبقاش في اي انتراكشن بينهم بعضيها خالص. فطبعا احنا عندنا بالاضافه للترانسليشنال كينيتيك انرجي اللي بنتكلم عليها، اللي هي جايلي من الكينيتيك انرجي اللي جايلي من الحاجات البراونيان موشن اللي هي بتتحركها، بيبقى في عندي حاجات جوه يعني انترنال انرجي موجوده بسميها انرجي ليفلز. يعني لما بتكلم على الانرجي ليفلز ما بتكلمش على كينيتيك انرجي جاي من براونيان موشن اتكلمنا عليها قبل كده، لا بتكلم على حاجه انترنال جوه الاتوم. فبيسيكلي ان اتوم كان تشينج فروم وان انرجي ليفل تو انذر باي اميتنج اور ابزوربنج ا فوتون وذ ان انرجي ايكوال تو ذا انرجي ديفرنس بتوين ذا ليفلز. نفهم الكلام ده اكتر شويه لما ندي مثال. هتكلم مثلا على ان عندي مجموعه من الليفلز 1 و2 و3 وهكذا، اوكي؟ كل واحد فيهم عنده انرجي اي اي، يعني مثلا الليفل الاولاني الانرجي بتاعته تبقى اي 1 والتاني اي 2 والتالت اي 3. دايما بيبقى فيه lowest possible internal energy for each atom، يعني بيبقى فيه ليفل معين كده الاتوم دي بتبقى at rest لما تكون او في الجراوند ستيت بتاعتها تبقى موجوده في الانرجي ليفل دوت. اي حاجه اكتر من كده بتبقى يعني ممكن الاتوم تيميت انرجي وترجع تاني للجراوند ستيت اللي بتكلم عليه دوت. يعني لو بتخيل مثلا الشكل اللي قدامي ده، لو بتخيل الحاجه اللي تحت دي هي الجراوند ستيت، اوكي؟ الجراوند ستيت دي معناها ان هي دي اقل حاجه ما اقدرش انزل عن كده. لو حصل ان انا عملت ابزوربشن، اتوم دي حصل لها ابزوربشن لحاجه معينه، بتطلع من اللور انرجي ستيت دي تطلع لايه؟ لهاي انرجي ستيت. بعد شويه نتيجه ان كل السيستمز بتند انها تروح للاكوليبريم او للستيدي ستيت بتاعتها، بتاميت فوتون او بتاميت انرجي، اوكي، بنفس المقدار بالظبط عشان ترجع تاني تبقى في الجراوند ستيت بتاعتها. فاحنا هنا في لما بطلع من الليفل ده للليفل ده ببقى بعمل ابزوربشن، بمتص فوتون بالديفرنس ده بالظبط، ولو بنزل من فوق من اللي هو الاكسايتد ستيت دي للجراوند ستيت برضو اميت فوتون بنفس القيمه بالظبط. الفوتون دوت لازم يكون بالظبط نفس القيمه بتاعت الجامب دي، والفوتون ده برضو نفس الكلام نفس القيمه بتاعت الجامب دي. لو هتكلم بقى على حاجة محددة specific example وهو بتاع الهيدروجين اتوم، بتكلم ان في عندي مجموعة من الانرجي ليفلز محددة بالايكويجن دي اي ان بتساوي الكلام ده تربيع في كذا كذا كذا، الكلام ده كله في الاخر حسب الان دي ما بتتغير بيطلع لي هنا انرجي مختلفة، وان بتساوي 1 و2 و3 وهكذا. لو انا حطيت بقى كل الكونستنتس الموجوده دي، يعني ام اي دي الماس بتاعت الالكترون، اي اللي هي عباره عن شارج بتاع الالكترون، اتش ده اللي هو الموديفايد بلانكس كونستنت اللي هو عباره عن اتش على توايس باي، كل ابسلون نوت دي اللي هو البرميابيليتي بتاعت الفري اير، فبتكلم على كل الكلام ده كله كونستنتس، فبعوض بقى بكل الكونستنتس دي فبيطلع لي ايكويشن بكل شكلها البسيط ده اللي هو ماينس 13.6 على ان سكويرد، ده الالكترون فولتس. اقل انرجي ستيت ممكن اكون فيها هي عند ان بتساوي 1 اللي هي بتبقى عباره عن ماينس 1 ماينس 13.6 على 1 اللي هي ماينس 13.6 اللي هي تحت خالص كده. الليفل اللي بعد كده على طول بيبقى ماينس 3.4. لو انا اديت للهيدروجين اتوم الفرق دوت اللي هو عباره عن 10.2 الكترون فولتس، بتطلع من الجراوند ستيت تطلع للايه؟ للستيت اللي هي اللي فوق خالص دي اللي فوقيه على طول. ولو انا بتكلم على ال 3 برضو، لو انا عندي هنا الاتوم بتاعتي في الليفل هو 3، لو هي عملت اميشن ل 1.88 الكترون فولتس فوتون بتنزل من 3 ل 2 وهكذا. فلو احنا بصينا على الهيدروجين اتوم سبكترا هنلاقي ان في عندنا مجموعه من الفوتونز اللي ممكن يكونوا اميتد لكل البوسيبل كومبينيشنز من الايه؟ من الترانزيشنز اللي ممكن تحصل. فلاقي عندي كده لو انا بصيت هلاقي ان في جزء منها في الفيزيبل رينج
والاقي في عندي حاجات ممكن تبقى في رينج اللي هو اوتسايد الفيزيبل رينج. اوكي، فكل واحده من دول يعني ده عباره عن ترانزيشن من اتنين لاتنين لواحد، وفي ترانزيشن من تلاته لاتنين، وفي من اربعه لاتنين، وهكذا. كل الحاجات دي كلها possible، وكلها الحقيقه كل واحده لها spectrum او لها wave length محدد، طبعا محدد بالانرجي بتاعتي اللي هي اللي موجوده هنا. ونفتكر طبعا ان احنا عندنا الانرجي بتساوي اتش في نيو، اوكي، او اتش سي على لامدا. فمعنى كده انا بتكلم على الويف لينث بيعتمد على العلاقه بين الانرجي وبين اللامدا. اوكي، فهنا اللامدا دي مقابله للانرجي بتاعت الجامب اللي موجوده عندنا هنا دي. الانترنال انرجي بتاعت اتوم عموما بتديبند على مجموعه من الفاليوز بسميهم الفايف كوانتم نمبرز فور ايتش الكترون، ودي فيهم حاجه اسمها برنسبل، في حاجه اسمها اوربيتال انجلر او سبين او زين كومبوننت بتاعت الاوربيتال انجلر مومنتم. الحاجات دي كلها الحقيقه عشان ندرسها محتاجين يبقى في عندنا باك جراوند احسن شويه في الكوانتم ميكانكس، مع مش هي دي برضو الحته اللي احنا المفروض نركز فيها. فهنعتبر ان احنا بس عندنا مجموعه من البارامترز كده بيبقوا بيعملوا ديفينيشن للانترنال انرجي بالظبط. اوكي، الانرجي دي مهمه في ايه بقى؟ مهمه ان احنا بعد كده لما بنيجي نعمل ترانزيشنز بنعمل ترانزيشن اكوردنج للفاليوز بتاعتنا دي. يعني الترانزيشنز دي مش اي ترانزيشن اقدر اروح من اي ستيت لاي ستيت تانية، لا ده لازم بنتحكم في الترانزيشنز دي بحسب القيم بتاعت الايه بتاعت الكوانتم نمبرز دي. الحاجات اللي بتحكمنا بقى في حاجتين، بيسكلي بنتكلم على حاجه اسمها البولي اكسكلوجن برنسبل. ده بيقول لنا ان نو تو electrons in an atom can have the same values for all the quantum numbers. يعني quantum numbers اللي هم الخمسة دول لا يمكن نلاقي فيه two electrons جوه الاتوم بيبقى ليهم نفس quantum numbers دي، لازم يبقى فيه واحدة فيهم مختلفة على الأقل. الحاجة التانية ان بيبقى فيه definition لحاجة اسمها ionization energy بتاعتنا، هي عبارة عن the smallest amount of energy required to remove an electron from an atom when the atom is in its ground state. لما بتكلم على كمثال لحاجه زي كده بتكلم مثلا عن هيدروجين، الجراوند ستيت بتاعتها هي اقل انرجي ممكن اوصل لها اللي هي ماينس 13.6، فمعنى كده اضفت لها 13.6 الكترون فولتس باخدها للايونيزيشن ليفل، باخد الالكترون موجود ده اطلعه بره خالص بحيث ان هو يعمل ايونيزيشن للايه للاتوم دي. طبعا ده يعتبر عالي شويه نتيجه لان هو قريب جدا من النيوكليوس، يعني يعني لو بصينا مثلا حاجه زي الصوديوم ولا حاجه هنلاقي ان الايونيزيشن انرجي بتاع الصوديوم اقل بكتير من الايونيزيشن انرجي بتاعت الايه بتاعت الهيدروجين، يعني دي بتتكلم على 5.1. عموما an atom can receive energy from an external source such as collision with another atom or some other particle. واللي بيحصل ساعتها ان هي بتabsorb a photon of the proper energy، أو ممكن إن هي ت allow one of its electrons to move to a higher energy level as long as that level is not already occupied. يعني بتكلم إن أنا يعني لازم الفوتون اللي هو يبقى absorbed ده يبقى يعني بنفس الترانزيشن اللي أنا عايز أعمله، وده بي allow واحد من الالكترونز إن هو ي move up يبقى في higher energy level. أوكي؟ فممكن إن إحنا لو في فرق صغير في الـ في الـ في الـ بين الإنرجي اللي أنا عملت لها absorption وبين الانرجي اللي انا محتاجها بيبقى فيه فوتون كمان بيطلع بالديفرنس بتاع الايه بالديفرنس بين الاثنين. اوكي، السيلكشن رولز بتقول لنا ان احنا عندنا يعني في بعض الكوانتم نمبرز يعني الترانزيشن ده لازم يحققها، بمعنى ان انا لازم الدلتا ال يعني اللي هو ال كوانتم نمبر مش مشكله هو ايه بالظبط، بس يعني هناخد بالنا ان السيلكشن بتاع الترانزيشن دوت مش اي حاجه، لازم يبقى دلتا ال بتساوي واحد، ولازم الدلتا جي تبقى يا اما 0 يا اما بلس ماينس 1. لو في اي تغيير اكتر من كده او غير كده يبقى ما ينفعش الترانزيشن ده يحصل اصلا.